السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا في كل بدايه فيديو لازم عليا ان انا اشكر كل واحد فيكم كتب لي كلمه حلوه في تعليق او عمل لي لايك على فيديو او سند قناتي او دعمها، لان انتوا دايما واقفين في ظهري ودايما بتساندوني ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر. بجد يا جماعه انا ممتن لكل واحد فيكم شاف لي فيديو او عمل لي لايك على فيديو او كتب لي كلمه حلوه في تعليق على فيديو ليا. انا بجد مش لاقي اي كلام اقوله اعبر بيه عن سعادتي ومدى امتناني ليكم. ويا رب دايما نكون مع بعض في الخير، ويا رب دايما القناه دي تكبر وتكبر، عشان دي اصلا قناتكم انتوا، وان شاء الله دايما مع بعض من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. هي يا جماعه بلد الجزائر بلد عظيمه جدا وبلد جميله جدا وبلد ما شاء الله عليها بجد. ربنا يحفظ الجزائريين ويحفظ الجزائر ويحفظ كل اهلها الطيبين. البلد دي يا جماعه مهما نقعد نقول ونعيد عليها مش هيكفينا كلام، ولا هنخلص ولا اصلا هنوفيها حقها، عشان بجد البلد دي يا جماعه كل يوم بتبهرنا، وكل يوم بتطلع لنا حاجه جديده، وكل يوم بتطلع لنا مخترع جديد، وكل يوم بتطلع لنا موهبه جديده، وكل يوم بتثبت لنا ان هي بلد مش ليها تاريخ مشرف بس، ده ليها حاضر مشرف، وان شاء الله هيكون ليها مستقبل مشرف كمان. بجد يا جماعه انا مش لاقي اي كلام اقوله اوصف سعادتي ببلد عربيه، ببلد مسلمين زي بلد الجزائر. يا رب دايما يحفظ اهل الجزائر، ويا رب دايما يحفظ ارض الجزائر، ويا رب دايما يعلي من شأن الجزائر. فيديو لشيخ بيصلي في مسجد ووراه مصلين، بتطلع على كتف قطه بتبوس وتنزل. الفيديو عمل مشاهدات قياسيه بلغت مليار مشاهده طبقا لموقع سكاي نيوز. المشاهده دي انا لا اتصور ان في مغني او ممثل او مثقف او اي حاجه يعني عربيه او اقليميه او محليه، حتى الرئيس الامريكي يعمل المليار مشاهده. انا بتكلم على حاجه محترمه، مش بتكلم على حاجات مش كويسه. الناس طلعت بقدت بدلوها، اللي قال لك دي اشاره من السماء وده وحي وده مش عارف ايه ودي بشره. ناس ثانيه طلعت قالت لا ده القطة دي واضح ان عارفة الراجل والراجل بيأكلها وبينهم بعض علاقة وعادي جدا. ده على جنب. انا يا جماعة مصر متأخرة، من علامات تأخر مصر انك تلاقي واحد زي خالد منتصر ده دكتور واستاذ جامعة، مع ان المفروض مكانه الطبيعي انه بيدي حقن، بس يعني كبيره يدي حقن. ده اذا انت موافق يعني. هنا بقى يظهر يعني منتج الرداءة الثقافية خالد منتصر المفكر العالمي، عشان يطلع يقول ماذا لو كان المكان القطة دي كلب، في إشارة إلى أنه المذاهب الإسلامية تحرم تربية الكلاب. فالناس طلعت قالت له طب ماذا لو كان اللي طلع على كتفه ده أسد، ماذا لو كان ده تمساح، وبدأ يهزروا عليه يعني. أنا طبعا مش عايز أقول لخالد منتصر أنت لو درست كويس هتعرف إن في مذهب في الإسلام بيحلل تربية الكلاب، تقريبا الشافعية تقريبا إن لم أخطئ يعني. فأنت بس ادرس الإسلام كويس، اسلم وادرس الاسلام، بلاش تسلم، ادرس الاسلام كويس وقبل ما تفتي يعني. ما علينا. لما تختفي الناس دي عن المشهد، زي مثلا احمد موسى يرجع تاني سايس جراج عادي تحت مبدا الاهرام، زي مثلا مصطفى بكري يرجع يلم الروس من تحت البهايم والحصنه، زي مثلا ابراهيم عيسى يرجع تاني في المصمت الشعبي يغسل كرشه ومخ وبتاع والجوهره اللي العين دي ويقدم الاطباق وهو بكرشه ده. لما مثلا تختفي مدام خواتم بسمة وهبي اللي عماله طول الوقت تمثل دي، لما الناس دي تختفي يا جماعه اعرفوا ان مصر هتبقى بخير. وبعد ما شفنا الفيديو وبعد ما شفنا جمال الجزائر وروعه الجزائر وعظمه الجزائر، انا بجد مش لاقي اي كلام اقوله اعبر بيه عن مدى سعادتي ومدى فخري ببلد عربيه وبلد مسلمين زي بلد الجزائر. يا رب يحفظ اهل الجزائر ويحفظ اهلها الطيبين ويحفظ ارض الجزائر، اللهم امين. انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.